ووصلنا إلى نهاية هذه السنة مع واحد من أفضل الهواتف الفئة المتوسطة من شركة ريالمي. نعم كاين يعني يوجد الكثير من الأشخاص راهم يستناو هذه الفيديو، هاتف الوحيد مع هذه المواصفات بسعر أقل من 300 دولار. ما هذا الهاتف؟ حتشوفوا انتم هنايا الان بعد ثواني. من قبل نعرضكم، نعم تشتركوا في قناتكم كما العاده هنايا لتحت، تشتركوا دعمونا بلايك، يعني حاجه مهمه الدعم والاشتراك لكي نعمل لفيديو يعني روعه وان شاء الله يعجبكم. يلا نبداو بالانبوكسينغ تاعنا. الور خاوه نبداو على بركه الله، نشوفوا الكولي تاعنا. ما هذا الهاتف اللي يدير اقل من 300 دولار؟ هكذا من شركه ريالمي، هكذا شركة ريالمي خرجوا يعني سلسلة جديدة اللهم على بالكم وشنوها. جبنا لكم الهاتف، نعم يعني حنكونوا أول مراجعة اللي حتشوفوها إن شاء الله لهذا الهاتف. حنا جبناه ورانا فرحانين بزاف. ألو خلفوه، ما شاء الله راكم واجدين. بسم الله، الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله. راني فرحان، راني كيما نتوما، راني كيما نتوما. نحولوا البليستر، فوالا ريالمي 10 برو بلس. نعم الهاتف اللي كان بزاف الاشخاص راهم يهضروا حاليا عليه بزاف بزاف، هكذا عنده يعني واحد المواصفات وبسعر اقتصادي، جبته حوالي ب 280 دولار، هكذا 280 دولار يعني ينافس شاومي، هكذا الهواتف الاخيره تاع ريدمي، سلسله ريدمي نوت 12. بسم الله ماما ما يتحل، هكذا هوب اللي كان يحب يطيح هوب. بسم الله فوالا. الو حنا واش عندنا هنايا؟ عندنا ليبري كما العاده. واش كاين داخل الليبري؟ الو عندكم اون كوك تي بي يو، فوالا اون كوك تي بي يو اون سيليكون كما العاده. عندكم هنايا الكتابات هادو كلش بالشينويه كذا، ما ندخلوش روحنا. عندكم لوف كومبارتيمون سيم نخلوها هنايا في الجانب، صحوها. عندكم الهاتف نخلوه هنايا الهاتف. بعد هذا واش عندنا داخل العلبه؟ عندنا الشاحن، شاحن تاع 67 واط فوالا، مع لادابتاتور تيب سي. فوالا اذا حاب يخرج فوالا لادابتاتور تيب سي هكذا. وهاوليك التليفون تاعنا، او لا لا جبنا لا كولور الشابه كاع اللي فيهم هكذا. اللون الابيض بصح شغل يبان لون تقول تاع مرايه، الله يبارك. شوفوا نخليكم تشوفوا، كم تشوفوا مع الاضاءه عندكم واحد اللي فيه روعه، تصميم احسن تصميم في هذه الفئه المتوسطه هكذا، ما كاش خير منهم. شركه ريالمي عندهم واحد القوه تاع التصميم. الو الخاب قبل ما نشوف المواصفات تاع هذا الهاتف، عنده واحد الشاشه قوه، شاشه منحنيه الاطراف هكذا، واعره بزاف، فور بزاف، ما كاش خير منها، ما كاش خير من هذه الشاشه في الفئه المتوسطه. اول خطره شركه ريالمي داروا هذه الشاشه في هذه الفئه هكذا. حنديروا تور رابيدمون من الفوق. عندكم ميكرو الاول مع السماعه الاولى كيف في الجانب هذا، ما عندكم والو. من تحت عندكم لادابتاتور تيب سي، السماعه الثانيه والميكرو الثاني. عندكم لون كومبورتيمون تاع السيم تاعكم حلوه. الو واش عندكم هنايا؟ عندكم كارت سيم 1 كارت سيم 2، هذا ما كان ما تقدروش تحطوا كارت ميموار، هذه لازم تعرفوها. وفي الجانب الاخير عندكم هنايا زر التشغيل وزر تاع لي فوليوم. شاشه حاجه قوه الخاوه. نعرضكم هنايا دوكا، تخلوا لنا لايك على جل هذا الهاتف اللي جبناه. نعم اول خطره جبنا هذا الهاتف، رانا الاولين جبنا لكم هذا الهاتف. المهم خاوه نشعلوا التليفون، كملوا الانستالاسيون تاعو، نعاودوا نولوا باش نشوفوا اهم المواصفات تاعو والتجربه تاعو هكذا. الخاوه عينيا راهم يدمعوا، نعم عينيا راهم يدمعوا. علاش؟ لانه هنايا عندكم واحد الشاشه رائعه ممتازه، من احسن الشاشات اللي تقدروا تلقاوهم بسعر تاع اقل من 300 دولار. هكذا هنايا واش داروا لنا؟ شاومي داروا لنا حاجه تاع الهبال، داروا لنا شاشه منحنيه الاطراف. نعم عندكم هنايا يعني ماكسيموم تاع لا سيرفاس اللي تقدروا تستعملوها، يعني كاع لي بيكسل اللي كاين كلش، يعني كاع لي مليمتر تاع الشاشه تاعكم مستعمله باش تشبعوا في اليوتيوب، تشبعوا في الالعاب، حاجه قوه. عندكم هنا شاشه من نوع اولاد 6.7 بوس مع انتونسيتي تاع 395 بي بي بي. من ناحيه تاع الاضاءه عندكم هنا تقريبا 800 نيت، معدل تحديث تاع 120 هرتز. عندكم لا سيرتيفيكاسيون تاع كاع لي سيرتيفيكاسيون، عندكم لاج دي ام 10 بلس. يعني واش حبيت نقول لكم؟ انه يعني الاشخاص اللي يحوسوا شاشه مليحه هذا الهاتف حيشبعكم وحا يطيح لكم دموع من عينيكم، انا نقولها لكم. كما فهمتوا هذه هي النقطة الأساسية يعني اللي خدموها شركة ريالمي باش يبيعوا لنا هذا الهاتف، هكذا يعني الشاشة ما كاش شاشة كما هذه في هذه الفئة. بعد الشاشة عندنا هنا المعالج مع الديمونسيتي، معالج 1080 هذا معروف، نفس المعالج عند ريدمي
نوت 12 وريدمي نوت 12 برو بلس مع الكونفيغوراسيون تاع 8 جيجا رام 128 جيجا تاع ستوكاج عندكم ان سكور اندوتو مليح هاي 500000 نقطه يعني التليفون تاعك قوي تقدر تلعبوا الالعاب كما ببجي مع ان غران فلويديتي حاجه قوه اذا ورانا الخاوه مع لابليكاسيون ببجي كما راكم تشوفوا الحاجه الاولى شوفوا برك الشاشه شوفوا الحجم تاع الشاشه الله يبارك شوفوا شوفوا الاطراف راكم تشوفوا الاطراف حاجه قوه حاجه قوه حاجه ثانيه تفاصيل شوفوا التفاصيل راكم تشوفوا هنا الزجاجه ماما تشوفوا هنا الزجاجه شوفوا حاجه تانيك روعه في هذا التليفون حنا نشوفوا هنايا لي جرافيزم وراهم لي جرافيزم ورا جرافيزم طلعنا الى الاتش دي ار اون اولترا بعد المعالج حنا نهضروا على البطاريه عندكم بطاريه تاع 5000 ملي امبير مع شاحن تاع 67 واط حاجه كلاسيك نفس الشيء عند ريدمي نوت 12 يعني جابوا بزاف في هذو النقاط هكذا من ناحيه الكاميرا من ناحيه الكاميرا نهضروا على الكاميرا الاماميه في الامام عندكم هنا جهاز تاع 16 ميجا بكسل مع سوني اللي لقيتو باللي حاجه مليحه قوي على ريدمي نوت 12 برو هكذا يعني هذا الجهاز تاع سيلفي عجبني بزاف في الوراء عندكم جهاز تاع 108 ميجا بكسل من عند سامسونج ماشي نفس الجهاز تاع شاومي هكذا حاجه مختلفه احسن من الجهاز تاع شاومي هكذا هذا 108 ميجا بكسل احسن على شاومي ولكن هنا يعني روماركين باللي ليكيشي تاعكم يعني في النهار يدير خدمته حاجه مليحه يعني تفاجئ ملي لاكاليتي شابه ولكن في الليل حس من داك باللي لاكاليتي تهبط شويه وهذه حاجه نورمال خاطرش هنا ما عندكمش لا ستابيليزاسيون اوبتيك هنا عندكم غير لا ستابيليزاسيون نيميريك الفرق يعني العكس عن ريدمي نوت 12 اللي داروا له ريدمي نوت 12 برو اللي داروا له جهاز تاع سوني اللي هي 760 مع جهاز تاع ستابيليزاتور اوبتيك هذا هو الفرق الكبير اللي كاين بيناتهم هكذا ولكن يعني بصفه عامه جهاز تاع الصور حاجه مليحه يعني في النهار يعني حاجه ممتازه بعد ذلك على المواصفات يبقى لنا لا كونكتيفيتي هنا عندكم اندرويد 12 الواجهه الاخيره تاع ريال مي اللي لقيتها انايا فريمون خفيفه يعني هواتف تاع ريال مي انا نحب بزاف هواتف تاع ريال مي على جال الواجهه تاعهم الواجهه تاعهم خفيفه بزاف عندكم هنايا لا واي فاي البلوتوث 5.2 عندكم ذلك الان اف سي هادو كاع النقاط يجعلوا انه هذا الهاتف يعني من احسن هواتف في الفئه المتوسطه نعم حتقولوا لي خويا موح واش نخيروا بين هذا الهاتف وريدمي نوت 12 برو انا حنقول لكم صراحه يعني في زوج عجبوني ولكن كل واحد عنده مميزه تاعو الاشخاص اللي يحبوا يكون عندهم يعني هاتف مع شاشه شابه يعني تشبعك شاشه وين تشوف الافلام تاعك ولا تقدر تنقل في اليوتيوب ولا تلعب يعني تشبع ريالمي 10 برو بلس مخدوم ليك هكذا والاشخاص اللي يحبوا فريمون يكون عندهم يعني مميزه في التصوير يعني في الصور يكون عندهم صور يعني بازي بزاف في الصور عندكم ريدمي نوت 12 برو يعني هذه المراجعة تاع ريالمي 10 برو بلس جيسبر كو عجبتكم بزاف ما تنساوش دعمونا بلايك نعاود نذكر انه هذه النسخة صينية مع جلوبال روم حتخرج النسخة العالمية في 2023 ان شاء الله هذا ما كان ولا نقول لكم الى الفيديو القادمة والسلام